اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده نتكلم على حاجه بتسمى الاف الشرطيه. احنا لما اتكلمنا قبل كده على عمليات اللوب او عمليات التكرار، وقلنا ان اللوب ليه 3 حاجات وشرحناهم. النهارده نتكلم على الاف. لما اتكلمنا على التكرار وقلنا التكرار بيتكرر او موجود في كل لغات البرمجه، نفس الكلام الاف موجوده في كل لغات البرمجه. طيب ايه هي الاف؟ ببساطة الاف هي عبارة عن اما شرط ما يتحقق ابدأ اعمل لي البتاع اللي تحتها. تمام؟ يعني مثلا اما تجيب مجموع كبير هوديك النادي، فيبقى الشرط اللي تحقق هنا هو ايه؟ ان انت جبت مجموع كبير، ده الشرط تحقق. اذا جواب الشرط بتاعك او اللي بيحصل ان حضرتك بتروح فين؟ بتروح النادي. تمام؟ يبقى اف دي معناها ايه؟ اما يحصل شيء معين ابدأ نفذ حاجة معينة. طبعا اف بتنقسم الى حبة حاجات. اول حاجة عندنا اف، تمام؟ وبعد الاف يبدأ على طول كده يتنفذ تحت. اول ما الشرط يحصل يروح ايه؟ يروح الحاجة بتاعتنا حاصلة متنفذة تحت. أو عندك حاجة بتسمى إلس إف أو إلس إف أو إلس، تمام؟ ودي معناها أما الشرط اللي تحت، أما دي أما يعني هو بيقول لك إيه؟ لو ده تحقق اعمل اللي تحته، طب ده لو ما تحققش اعمل الجزء اللي تحت ده تاني. يبقى يا مستر عندنا الإف شرط، لو الشرط اتحقق اعمل حاجة معينة. طب افرض عندي كذا شرط، ممكن تلاقي إلس إف أو إف إلس، اف إلس أو اف إلس، مهم يعني هتلاقي حاجة زي كده. تمام؟ دي بتعمل إيه؟ أما ده بيتحقق يعمل الشرط ده، طب ما ده بيتحقق بيعمل الشرط اللي تحتيه، يبقى هنا بعمل إيه؟ بيكون عندي مجموعة من الشروط، كل ما شرط يتحقق أعمل حاجة معينة. تمام؟ زي ما انت شايف هنا اهو بيقول لك لو حصل مثلا تاتشنج لحاجه، حاجه لمست حاجه معينه، ذن دي ايه؟ اعمل الشرط، او يعني الشرط اتحقق ابدا اعمل الحاجه اللي احنا قلنا عليها لما الشرط يتحقق. تعال نشوف هنا على على البرنامج. احنا مثلا عندنا القطه دي، خلينا اول حاجه نبتدي مثلا بايه. احنا قلنا عندنا مثلا نختار حاجة مثلا تبين لنا بشكل أفضل. تعال نختار مثلا وليكن أول حاجة نختار ايفنت، أما ندوس على الفلاج ده العلم، عايزين مثلا نختار الإف. عندي إف فين يا مستر؟ إف 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 في الكنترول، نخش على الكنترول عندنا إف أهي. طيب لاحظ عندك هنا أهو ال إي إس إي ال آه المفروض تبقى ال اي اس اي مش ال اس، ماشي انا دايما بكتبها غلط. المهم اف ال اس دي معناها ايه؟ تعال نشرحها كده. بص يا باشا، لو دوست على زرار او عملت حاجه نفذ الشرط. طيب لو الشرط اللي فوق ما حصلش نفذ اللي تحتيه. تمام؟ طيب عايزين بس نعمل لها عمليه تكرار على طول، فاختار هنا الفور ايفر عشان تبدا تتكرر على طول. تعال نختار مثلا حاجه معينه، احنا عايزين مثلا نختار ايه يا مستر؟ تعال ناخد الايفنت مثلا. لو قلت ان انا هدوس على السبيس، لا خليها في السنسنج، في السنسنج، تعال في السنسنج مثلا. هقول مثلا لو بريسكي اهو، لو دوست مثلا على دي اهو، لو دوست مثلا على السبيس يعمل ايه السبيس؟ لو دوست على السبيس اهو يبقى الشرط ده اتحقق. خلينا مثلا نعمل في الكادر، او خلينا نعمل كاستم اللي هو اللي خدناه المره اللي فاتت اللي هو خاص باللوكس. طيب لو دوست على مثلا على السبيس ممكن يعمل لي ايه؟ افكر كده ممكن يعمل لي ايه. لو عايزين دوسنا على السبيس تشينج كلر، في كلر هنا ممكن نخليه يغير الكادر. لو دوست على السبيس غير السايز، خليه مثلا او غير الكلر، عايزين نغير الكلر، غير الكلر، كلر ولا السايز؟ تشينج كلر باي 25 اهو.
فلو دوست على السبيس غير لي الكالر او تشينج ال ماشي خلينا نشيلج الكالر بير 25. طب ايه انا بقى هنا زي ما انت شايف لو الشرط اتحقق اعمل ده. هنا واضح ان انا في حاجه اسمها اس اف على فكره، بس هي واضح ان هي مش موجوده. تمام. طب لو تحت يا مستر، لو هنا بيقول لك ايه لو الشرط ده ما اتحققش اعمل اي حاجه تانية جوه، فاختار مثلا خلي الكلر مثلا ايه تشينج كلر، عاوزين كلر اهو تشينج كلر، فين الكلر؟ قلنا الكلر موجود في اللوكس اهو، في اللوكس خليه تشينج كلر باي كام، باي او ست كلر باي زيرو، خلي الكلر بزيرو. تعالى كده نجرب اهو، لو دوست سبيس غير اللون، بص دوست سبيس اللون بيتغير اهو. طب وقفت رجع اللون زي ما هو، دوست سبيس زي ما انت شايف ايه اللي حصل، دوست سبيس لون بيتغير صح. طب وقفت يبقى الشرط عندي مش متحقق، اه فيرجع الزيرو الاول، يبقى هنا الشرط عندي اتحقق فوق، اه اعمل دي. طب الشرط ما اتحققش حط لي الكلر بزيرو. طب انا افرض عايز اجرب كذا اف، افرض عايز اجرب كذا اف، فمثلا ممكن اختار ايه، اختار كذا اف، اف دي بنجيبها من الكنترول الشرط اهو، وما اختار مثلا هنا اهو، اختار مثلا اف دي عندنا مثلا، خلي دي كده اهو تمام، ودي كده اهو، يبقى اف الاولانيه عندي لو مثلا دوست على السبيس ايه يحصل، لو دوست على السبيس يتغير اللون ب 25. طيب تعال نعمل كمان اف تانيه، ده اف تانيه اهي مثلا ممكن نغير في مين، لو دوست على مين يا مستر اهو، مش سينسنج، سينسنج دي اللي هي يعني ايه ممكن يحصل. طب ممكن ايه لو عايز ممكن ايه تاني، لو دوست على كي تانية مختلفة، لو دوست مثلا على الاب، طب دوست على الاب ممكن نعمل ايه، ممكن نغير ال اسمه ده، نغير السايز، بنجيب منين السايز، قلنا منين من لوكس، ممكن نغير السايز، السايز اللي هي الحجم، change size by 10. يبقى هنا بعمل ايه، لاحظ معايا هنا الشرط لو اتحقق الاولاني دوست على البريس على الـ على الـ على البيس يبدا يغير اللون. طب دوست على الاب فوق يبدا يعمل لي دي التن، يزود السايز. تعال نجرب تمام، دوس كده بص شوف اللون بيتغير ازاي، ده بيتغير ازاي، اللون بيتغير اهو. يبقى الشرط حقي ان الشرط عندي اما ادوس على السبيس اهو بيغيرها لي. طب دوس على الاب بيبدا يكبر، دوس على الاب يبدا يكبر، دوس على الاب يبدا يكبر، دوس على الاب يكبر، يبدا يكبر. تمام. طب انا ممكن اعمل حاجه برده حلوه برده ممكن نعملها، لو عايز اكبره واصغره، طب ممكن اعمل كمان اف، اروح اعمل هنا ستوب، ادوس اف تاني، اروح جايب هنا اهو بالكنترول، واروح مختار اف تانيه، اف تانيه اهي، واختار ان انا لو دوست داون السايز يبدا يقل، يبقى انا لو دوست على البتاع الاولاني السايز يبدا يكبر، لو دوست على الداون السايز يبدا يقل، يعني لو الشرط اتحقق يبدا ينفذ لي تحت. طب تعالى نختار، نختار ايه؟ قلنا هنا هو السنسنج، السنسنج ده اللي بيحس، عايزين نختار مين؟ ندوس هنا اهو، عايز انا ايه؟ عايز ادوس على الداون، اما ادوس على الداون ابدا اعمل لي السايز، السايز بيجي منين؟ من اللوكس، فين السايز؟ السايز موجود هنا اهو، هنا 10؟ اه خليها ماينس 10، ماينس 10 تمام. تعال نجرب كده اهو، هدوس على السالب او هدوس على اللي تحت يبدا يقل، دوس على تحت يقل 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 زي ما بيختفي اهو، يزيد يزيد يزيد، هدوس على الماوس زي ما انت شايف بيغير اللون. يبقى اف يا مستر هي حاجه شرط اما بيتحقق بيبدا يعمل حاجه ثانيه، شرط اما بيتحقق بيبدا يعمل حاجه ثانيه. بالمناسبه في ناس بتقول لي ازاي نحفظ الملف، بتدوس على فايل وتدوس سيف تو يور كمبيوتر، سيف تو يور كمبيوتر، تعمل عمليه سيف. بس شكرا لكم.